بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لي أعزائي التلاميذ في كل مكان. إلى اليوم الحصة الثالثة في إطار مجموعة أو الفصل ديال المجموعات. إلى اليوم غادي نشوفوا العمليات على الكسور، لي زوبيراسيون سور لي فراكسيون. دونك كيفاش غادي نتعاملوا معاهم؟ إذا قبل عندنا التمرين كالكولي إي سامبليفي لي زيكسبريسيون سويفونت. دونك كتشوفوا هنا un produit ديال فرق كسرين في مجموع كسور. هنا عندي خارج كسرين، خارج كسرين نسبة إلى الخط الكسري لو تري فراكسيونير. هنا لو برودوي ديال دو فراكسيون. إذا غادي قبل ما نشرعوا في الإنجاز ديال هاد التمرين، غادي نذكركم ب بعض العمليات. إذا شفنا A على B بلس C على B، دونك ملي كيكون عندي نفس المقام، إذا A زائد C، إذا هنا كنقومو بهنا نجمعو البسطين فيما بينهما ونحتفظ بالمقام. إذا كي طبعا A و B و C سون دي ريال، طبعا ب هنا نو نول. ثم إذا كان عندي مختلف المقام C سور D، لا سون ديال دو فراكسيون دو دينوميناتور ديفيرون، دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب لي مومبر ديال هاد لي تيرم ديال هاد لا فراكسيون في لو دينوميناتور دي، اللي هو دونك انا غادي عندي A D تحت B D بلس سي دي. دونك هنا فاش غنضرب؟ غنضرب في الديناميناتور ديال لا بريمير فراكسيون اللي هو بي، او بالتالي غادي يولي عندي هنا ا دي بلس بي سي سور بي دي. فوالا. دونك هنا ما ينطبق على الجمع ينطبق على الطرح. ثم عندي ا على بي لو برودوي ديال دو فراكسيون، دونك البرودوي النتيجة هي الريزولتا ديال فراكسيون. دونك هنا اون ميتيبليون لي نيميراتور اونتر او اي لي دينوميناتور اونتر او بي تي. ثم كاين عندي لا فراكسيون لا ديفيزيون ديال دو فراكسيون، دونك غادي يعطيني ا على بي فوا لانفيرس ديال سي دي اللي هو دي على سي. دونك كاينه هادي وكاين هاد الطريقة هادي. دونك كاين اما لا ديفيزيون ولا هكا، وبالتالي غادي يعطيني ا على بي. اذا لا ميتيبليكاسيون ديال لا بريمير فراكسيون هو لانفيرس ديال لا دوزيام فراكسيون، دونك غادي يعطيني ا دي سور بي سي. دونك هذا لو رابير كي لابد منو. دونك غادي نمشيو الان نحسبو اون فايفيكتيو سو كالكول. شنو غادي ندير؟ غادي نحسب هذه. إذا غادي نحسب ما بين القوسين ثم بين هاد القوسين ونمشي هكا حتى نلقى النتيجة. دونك غادي نفتح القوس. دونك أن وهنا عندي موان أن تيار. دونك هاد أن شوفو هنايا، أن ممكن نكتبو أ على أ، طبعا أ نو نول، بي سور بي، بي نو نول، سي سور سي، سي نو نول. دونك هنا دايما نحاولو نكتبو على هاد واحد، نمشيو نكتبوه نسب اون فراكسيون سو فورم اون فراكسيون، لو دينوميناتور ديالو غادي يكون هو 3. دونك هنا غتولي عندي 3 سور 3 موان 1 سور 3 فوا. وهنا هنا نحاول ما يمكن دائما نشوف لي اصغر مقام موحد، لو بتي ملتيبل كومان ديال هاد لي دينوميناتور، لي بتي ميتي كومان هو البي بي ام سي ديالو ديال 2 اي 5 اي 1. دونك هنا البي بي ام سي ديال سون بروميي هنا، دونك 2 فوا 5 سا في 10. دونك هنا غادي ندير، اذا هنا غادي نضرب هنا لي تيرم ديال لي فراكسيون فوا 2 بور افوار 10. دونك غادي يولي عندي هنا 4 4 سور 10 بلس. دونك هنا قلت دائما نمشيو نكتبو على شكل بي سور على سور بي سي سور سي، ولكن هنا
مادام عندي لو دينوميناتور كومان هو 10 باعتبار هو لو بي بي ام سي ديال 5 اي 1 وغادي ندير نكتبو 1 سور 1 ولا غادي نكتبو 10 سور 10 موان وهنا 1 دومي دونك غادي نضرب لي تيرم ديال هاد لافراكسيون فوا 5 بور افوار 10 دونك غاتولي عندي موان 5 سور 10 دونك لا دوزيام ايتاب هي دونك غادي ندير 3 موان 1 دونك 3 موان 1 سور 3 فوا دونك هنا كندير شويه ديال لي ديتاي دونك هنا لو دينوميتر كومان هو 10 وغادي تعطيني هنا 4 بلس 10 موان 5 ايت ايكال دونك 3 موان 1 سور 3 صافي 2 تيير وهنا 4 بلس 10 صافي 14 لهنا موان 1 بلس 10 صافي 9 9 سور 10 دونك إما ندير 4 بلس 10 14 موان 5 صافي 9 ولا 4 موان 5 صافي موان 1 موان 1 بلس 10 صافي 9 سور 10 دونك هنا يساوي وهنا كاين دو ميثود إما ندير 2 فوا 9 صافي 18 3 فوا 10 30 ومن بعد نشوف لو بي جي دي سي ديال 18 اي 30 pour avoir une fraction irréductible. Donc on a le PGC de 18 ou 30, donc on voit 6. Donc on va diviser par 6, ça tient 3, on a 30 divisé par 5, et par 6, ça fait 5. Donc on a 3 sur 5. ولا غادي ندير هنا هاد 9 غادي نكتبها 3 فوا 3 و 10 غادي نكتبها 2 فوا 5 دونك غادي نكتبها هنا شوفوا راه مزيان 2 تيير فوا 9 سور 10 اذا غادي نكتب 2 سور 3 فوا هاد 9 غادي نكتبها 3 فوا 3 و 10 غادي نكتبها 2 فوا 5 شنو غادي ندير غادي نسامبليفي 3 مع 3 و 2 مع 2 وشنو غادي يبقى لي 3 سور 5 دونك هنا عندنا جوج ديال الطرق باش كنتعاملوا مع هاد النوع ديال الاختزال لا دوزيام اوبيراسيون اذا يساوي اذا كل حاله عندها خصنا نتعاملوا معها واحد التعامل خاص اذا هنا ربما بعض التلاميذ ما معودينش يحسبوا هذا النوع اللي معودين يحسبوا هكا يعني سطر واحد اذا هاد لي زيسكالي ما موالفينش معاهم دونك هنا دائما نشوف شنو هو الخط الكسري بعدا اذا الخط الكسري خصنا نرسمو هو الاول فوالا اذا هذا ا سور بي دونك هذا كله كنعتبرو ا وهذا سور بي كامل كنعتبرو بي دونك باش غادي نحسب دائما نبدي من التحت ما نبداش من الفوق إذا نبدا من تحت إذا غادي هنا شنو غادي ندير ندير أن خليه موان أن وهو نحسب هاد هاد أن أن بلس أن دومي دونك هنا كيما قلتلكم نحسبو هذا هاد أن أن بلس أن دومي غادي نمسح إذا أن بلس أن دومي إذا قلت لكم دائما أن نكتبو على نسبة لهذا المقام اللي كيكون عندي 2 سور 2 بلس 1 دومي دونك غادي يعطيني 3 دومي دونك هنا كيعطيني 3 دومي ولتحت دائما نفس العملية إذا أن نحسب دائما اللي هنا لتحت ما نبداش من الفوق إذا أن بلس 1 غادي نحسب هذا لتحت دونك هنايا 1 موان 1 دومي يتيكال 2 دومي 2 دومي موان 1 دومي دونك غادي يعطيني 1 دومي دونك هنا ممكن هنا ندير موان وهنا غادي يولي موان وندير عوض باش كندير الجمع
كندير الفرق طرح 2 موان صافي 1 دومي دونك هنا 1 دومي يساوي دائما الخط الكسري نحافظ عليه. اذا نحسب دونك غادي نحسب 1 موان هاد 1 سور 3 دومي 1 سور 3 دومي اذا الخط الكسري ديال العمل الكسر الرئيسي هو هذا دونك بحال لانفيرس ديال 3 دومي اللي هو دو تيير تكون لانفيرس ديال 3 دومي هو دو تيير او نقول لا بريمير فراكسيون هو 1 ولانفيرس ديال هذه هو دو تيير 1 فوا دو تيير صافي دو تيير دونك هنا غادي يعطيني 1 موان دو تيير والتحت غادي يعطيني 1 بلوس هاد لانفيرس ديال 1 1 سور 2 هو 2 ولا نقول لو برودوي ديال لا بروميير فراكسيون اللي هي 1 سور 1 هو لانفيرس ديال 2 سور 1 دونك 2 فوا 1 صافي 2 1 دونك سي 2 اذا انا غادي يعطيني 2 ونزيد نحسب دونك كيتبان لكم بان ما كاينش شي حاجه صعيبه فقط خصني نعرف اذا هنا هاد التحت لو دينوميناتور هو 3 هنا 1 موان دو تيير دونك 1 موان دو تيير دونك هنا قلنا دائما 1 بالنسبة لهذا المقام 3 سور 3 موان دو تيير دونك غادي يعطيني 3 موان 2 صافي 1 سور 3 دونك هنا غادي يعطيني الفوق 1 سور 3 يساوي إذا كما قلنا لا ديفيزي لا لا ريغل ديال لا ديفيزيون دو دو فراكسيون هو لو برودوي ديال لا بروميير فراكسيون اللي هو 1 3 فوا لانفيرس هنا عندي بحال اللي عندي هنا 3 سور 1 3 سور 1 بحال اللي عندي 3 سور 1 دونك غتولي 1 سور 3 وبالتالي 1 فوا 1 صافي 1 3 فوا 3 صافي 9 دونك النتيجة ديال بي هي ان نافيير دابا نمشيو للعمليه الاخيره اذا نفس العمليه بحال اللي عندي هنا هاد ا سور بي و سي سور دي ا هي هذه 1 بلس 1 كار بي هي 1 موان 1 كار سي هي 7 سيزيام موان 1 تيار و دي هي 3 كار موان 1 دونك غادي نحسب هاد ا شنو غيتعطيني دونك غادي لا بروميير فوا ندير لا ليني ولا لو تري فراكسيونير ديال لا دوزيام فراكسيون دونك 1 بلس 1 كار بون ممكن نحسبها مباشرة ممكن نحسبو هذا على حدة هذا على حدة 1 بلس 1 كار دونك غادي يعطيني 4 plus 1 sur 4 غادي يعطيني 5 sur 4 دونك هذا يعطيني هنا 5 sur 4 والتحت ممكن دابا درت هاد الطريقة ممكن ندير الطريقة التانية 4 فوا 1 صافي 4 موان زان دونك 4 موان زان صافي 3 كار إلا درتها هكذا 1 موان 1 كار وغادي يعطيني 4 فوا 1 صافي 4 موان 1 فوا 1 دونك بحال اللي عندي هنا 1 سور 1 دونك 4 فوا 1 صافي 4 موان 1 فوا 1 صافي 1 سور 1 فوا 4 صافي 4 دونك تعطيني 3 كار نمشيو لا دوزيام فراكسيون عندي هنا 7 سيزيام موان 1 تيير دونك كتلاحظوا بان 6 سي ان ملتيبل دو 3 دونك هنايا لو دينوميتر كومان هو 6 وغادي نخلي 7 سيزيام موان وهنا نضرب جوج لي تيرم ديال لا فراكسيون في 2 صافي 2 سيزيام دونك 7 موان 2 صافي 5 سيزيام دونك هنا غادي يعطيني 5 سيزيام والتحت
3 quart moins 1. Moins 1, il y a 1 sur 1. Donc, il y a 1 fois 3, ça fait 3. 4 moins 1, ça fait moins 4 sur 4. D'accord? Obtenu 3 moins 4, ça fait moins 1 quart. Obtenu de la moins charatin. D'accord? 3 moins 4, ça fait moins 1 sur 4. Égal. Donc, on a 5 quarts sur 3 quarts, il y a 5 tiers, moins 1 charatin. Donc, on a une simplification par 4, on a 5 sur 3, ou bien. Le produit de la première fraction est 5 quarts fois 4 tiers. Tout le monde simplifie par 4. 4, on a 5 sur 3. 9 chéna, 5 sixièmes, 5 sixièmes, divisé par moins 1 demi. Et le produit de l'oul, 5 sixièmes, fois l'inverse de moins 2 sur 1. Ça fait moins 10 sixièmes. Tezlo 2, il y a télé moins 5 tiers. Donc, il y a télé moins 5 tiers. Donc, il y a télé moins 5 fois 5, on a 3 fois 3. Attention, on a qu'il y a un échauffé là, qu'il comprend la multiplication à l'addition, qu'il y a un le même dénominateur, il y a un 3. Là, on dit la multiplication, donc la multiplication, la raquette de goule, le dos sur le dos, ou le maquin sur le maquin. Donc, on dit atteindre moins 25 sur 9. Voilà. Et là, maintenant, je rate. Quatre fois, là où, Robbama qui est chez Chata, Robbama. 4 fois 1, 4. Plus 1, ça fait 5 quarts. On a 4 moins, ça fait 3 quarts. Ah, on a 17 sixièmes. 7 sixièmes moins 1 tiers. Moins 2 sixièmes. Ça fait 5 sixièmes. 2, 5 sixièmes. Ou 4, moins 1 quart. Donc, on a atteint 5 tiers. On a 5 sixièmes. Attention, on a l'autre 1 quart. Moins 1 quart. Donc, 5 sixièmes fois moins 4. Donc, on a moins 20. Moins 20 sur 6, ça veut dire que 2. On a atteint moins 10 sur 3. Donc, on a un dit moins 10 sur 3. Donc, on a 5. Il y a là, il y a une même tableau. Il y a là, le chata, il y a la frappe. Il y a un kitab. Il y a un kalam qui est chtaf. Il y a un kitab chez le harf ou le raqam comme il est. بالتالي وقعنا في خطا دونك 5 فوا موان 10 صافي موان 50 سير 9 5 فوا موان 10 صافي موان 50 3 فوا 3 9 فوالا اذا اعزائي نتمنى ان يكون شي خطا اخر اذا الطريقه المهم كما قلت لكم الحساب اذا ممكن نخطئوا فيه لكن الطريقه اللي خص تكون صائبه نتمنى انني نكون وفقت نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله تحياتي وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الزملاء ديالكم تعلموا من الفائده يلا تحياتي لكم